شايف ان الاهلي مع ضغط المباريات خلال هذا الموسم، هل شايف ان هو يكون منافس قوي على الدوري؟ هل هيقدر يحسم المسابقه زي ما هو متعود خلال سنوات كتيره جدا، انه فوز متتالي في عدد كبير من المباريات بيأمن نفسه فبيقدر يحسم هذه المسابقه من بدري، ولا شايف ان الضغط والعامل البدني ممكن يأثر على اللعيب؟ اعتقد ان النادي الاهلي هيكون منافس شرس جدا جدا على اللقب السنه دي برضه، لانه عمل تدعيمات جيده وعنده استقرار فني كبير زي ما اتكلمنا. ممكن جدا يكون بيراميدز هو اقرب المنافسين الاقوياء للنادي الاهلي السنه دي، لانه برضه دعم صفوفه بشكل كبير جدا. الزمالك لو دعم في يناير اعتقد ان هو ده اللي هيكون ثلاثي المنافسه على اللقب، لكن يظل النادي الاهلي بالاستقرار الفني اللي عنده وبوجود مدرب بحجم وقيمة مارسيل كولر، يظل ان فرصه من وجهة نظري طبعا مع ان لسه بدري قوي، يظل فرصه ربما اكتر شوية من بيراميدز والزمالك. طب ازاي يقدر يتعامل مع العامل البدني للعيبة؟ لانه اكيد هيكون في ارهاق واكيد هيكون في اجهاد من كتر المشاركات في هذه المسابقات. طبعا، لكن مارسيل كولر واحد من المدربين اللي بيتعاملوا مع المسألة دي بذكاء كبير جدا في مسألة الروتيشن. هو عنده الحقيقة وفرة من اللاعبين، بيقدر ان هو يعمل يعني الروتيشن ويقدر يلعب بعض اللعيبه ويريح البعض الاخر. كنا شفنا في المباراه اللي فاتت مثلا ان هو ريح عنصر مهم جدا في خطته، امام عاشور، نزله في الدقائق الاخيره ومع ذلك اللاعب نزل واحرز هدف رائع. كهربا احيانا بيبتدي بالمباريات واحيانا بيكون بديل. عنده بعض الاجنحه اللي برضه بيخليها على دكه البدلاء زي طاهر محمد طاهر، زي احمد عبد القادر في حاله ان هو بيستغل بيرسي تاو وحسين الشحات. فالحقيقه ان هو بيعمل الروتيشن بشكل يحافظ بيه على اللعيبه ويحافظ كمان على مستوى اللياقه البدنيه عنده. طيب برضو لو هنتكلم على الكونفدراليه، برضو الاهلي مجموعته يعني متوازنه في دوري الابطال. بالظبط، عفوا، دوري الابطال. شايف انه الاهلي هيقدر يحقق برضه نفس فكره سؤال شاذلي، يعني فكره انه في ضغط ماتشات كتير جدا، هيقدر يحقق حاجه ولا تفتكر هنشوف نفس المشهد اللي احنا بنشوف فيه الاهلي، انه الاول بنلاقي بعض الاحباطات شويه بعد كده الاهلي بقى بيروح قايم مره تانية ويقدر يعني نشوف مباريات عظيمه الحقيقه؟ يعني هو النادي الاهلي دايما في دور المجموعات بيبقى حريص ان هو بس يتاهل سواء اول او ثاني، ما عندوش مشكله، ده بيبقى مخطط ليه. وبعد كده وبعد كده بيتحول بقى من الدور ربع النهائي لفريق بطل وشرس جدا في المنافسه على اللقب. لكن السنه دي اتوقع انه تاهل النادي الاهلي من مجموعته هيكون اسهل من السنوات السابقه، ويظل النادي الاهلي طبعا مرشح فوق العاده للقب الافريقي، ومعاه طبعا فرقه سان داونز الجنوب افريقي، فرقة مميزة جدا، وكمان السنة دي عملوا تدعيمات كان في بعض المراكز اللي ناقصاهم، فقوتهم زادت عن السنوات اللي فاتت.